السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. مقطع اليوم بإذن الله راح نحصل على 99999 رونز. أسوي لكم نفس نظام الدعايات هذا اللي ما يقول لك 100,000، لا كذا يحط التسعات، مدري هو علشان مميز ولا علشان نقص لك يعني شيء بسيط ويحسسك انك وفرت مبلغ كبير. احس الموضوع فيه جانب نفسي. المهم ما علينا، المكان يا اخوان باختصار فيه عند هذه العلامه، ولكن في شغله ضروري انها تكون معاكم اللي هو السلاح يكون فيه انا ولدهم تستر يا ولد تستر، اللي هو يا اخوان السلاح يكون عندك فيه البلاد لوز. شوف مثلا هذا عندي، تشوفون الباسيف افكت causes blood loss build up، هذا ضروري جدا انه يكون معاك لانه بيوفر لك تقريبا نص مدة الفارم. مش فارم يا شباب، هذا مش فارم، هذا مرة واحدة تحصله 100,000 والسلام عليكم، زي البوس اللي قبل. واغلب الكومنتات 90% من الكومنتات يقولون لي يا اخي جينا شو اسمه، لاني انا اخطيت الفيديو، يقولون جينا يا اخي بعد ما قتلنا البوس وما حصلنا مرة ثانية رسبنا. صح اني غلطت قلت فارم، لكن قلت يعني مرة واحدة سلام عليكم، ولا اني قلت لكم بتقدر تكرره ولا شيء. المهم فياريت ان الشيء هذا يكون واضح، ما راح تقدر تجيب 100,000 مرة ثانية، وهذا اللي راح تقتله ما هو بوس، فما أتوقع أنه في حرق يعني في القصة. المهم أن المكان يا أخوان هنا، إذا تبغى تجيب ما عندك سلاح فيه بلاد لوز تقدر تيجي هذا المكان، تقابل الحشرة هذيك، بحط لكم طبعا لقطات يوم قتلتها. وبعدين عندك مكان ثاني اللي هو هنا، في برضه كريه بتقدر تقتله وعنده سلاح خرافي، وانا تكلمت فيه في مقطع الاسلحة انه يمديك هذا السلاح يكون يعني لو دخلت ملتي بلاير تقدر تجيب هذا السلاح تمسكه باليمين وباليسار، بس حبيت اني اذكر هذا الشيء لانه ممكن اغلبكم ما يعرف هذا الشيء. فاذا دخلت مع اخويك وقتلته راح اخويك يحصل على الايتم هذا، طبعا تروح لعالمه اخويك بيحصل ايتم وبيسوي لك دروب، بعد ما يسوي دروب انت تاخذه وبيصير عندك سلاح مكرر ويمديك تمسكه باليمين واليسار ويصير الدمج اسطوري لدرجة انه يسهل عليك اللعبة بشكل كبير. المهم عشان توصل له انتبه، ما في الا طريق، ما في دخله الا من هنا، انك تدخل، لا تحاول انك تنقز من على اليسار او من على اليمين من هنا. المهم اول ما تيجي في هذا المكان راح يرسبن، حاول تشرد منه 30 ثانية وبعدين في واحد بيرسبن في هذا المكان ويساعد. انتبه ان هنا في تقاطع، لازم تروح يمين فوق، يمديك تنزل هناك تحت في طريق ثاني، لازم انك تطلع فوق عند التنين هذا اللي يهجول هنا، حاول تتجنبه لان ضربه واحده تموت. طبعا انت ما راح تحتاج اي فايت. شوفوا هذا يا اخوان، هذا تنين ترى مو هو بجبل يا اخوان، شوفوا هذا الام مدري الاب، المهم هذا عياله نايمين حوله، لا تحارشهم، اذا قربت كثير راح يقوم ويصحيهم. يمديك تيجي من وراء، قام 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 قام. اللي كنسل المقطع ولا تكنسل المقطع، قاموا. شوف انا بحاول اسويها ان شاء الله، في حالنا في احد منكم جاب العيد وقومهم بشوف اذا يمديك تسوي هذا اللي في واحد ورا بعد. المهم تيجي من وراء يا الله انهم يجون، ما حد بيجيك ان شاء الله، ما حد بيجيك. المهم وفيه جريس بوينت هنا جنبه يمديكم تاخذونها، تمسك السلاح. انا بالنسبه لي عندي سلاح هذا، بمسك هذا السلاح اللي عنده البلاد لوز. انا بالنسبه للسلاح هذا اللي معي في حركه حلوه، تم ضغط L2 ويجلس يفرفر ويسبب الدمج، عرفت تقريبا هذا الاتش بي عنده مليون فما راح يموت بسهوله. مثل ما تشوفون الاستمنة عندي خلص، الحلو في الموضوع لو خلص الفوكس بوينت الازرق يمديك تم تسوي هالحركة، لكن الاستمنة اذا انت نفس السلاح معي انصحك بشدة انك تحط البوستر حق الاستمنة اللي هو البار الاخضر عشان ما تاخذ فترة طويلة في هذا الفارم. مش الفارم يا بالحلال، ما هو بالفارم، كثر ما نزل مقاطع الفارم ماسكة. عندكم الايتم الاهم اللي هو الجولد بيكل فول فوت، هذا يسوي بوست للرونز تبعك، ضروري جدا لانك بدون هذا الايتم راح تخسر قرابة 20,000، لان هذا كمية الرونز هنا كبيرة، بدون هذا الايتم يمكن حول 70,000، مع هذا الايتم وصل قريب 100,000. فانتبهوا على هذا الشيء يا شباب، الله يرحم والديكم. لا احد يجيني يقول والله يا اخي هذا ما اعطاني 100,000 يا نصاب. بعد ما تضرب
انت كذا بتقص نص وقت الفارمينج تقريبا، لانك تسبب البلود لوز للتنين. طبعا انت ما تقدر تشوف البلود لوز، لكن فائدة البلود لوز انه يخلي الدمج مضاعف. لما مثل ما تشوفون الدمج الحين، اول ضربة 12، الضربة الثانية 25، 38 وكذا، يصير مضاعف 53. هذا فائدة البلود لوز. لكن لو عندك اي سلاح ثاني، شوف 101 104 حول المية كلهم، ما يعني ما يزيد، فهمت علي؟ هذه فائدة البلد روز. طبعا هذا الايتم يا اخوان ما تستخدمونه الا يوم خلاص باقي اخر ضربة ضربتين عشان لا يخلص الايتم، لان الفترة محددة، ما يخلص عليكم الايتم وتروح فائدته قبل لا تقتلون التنين. فضروري يوم تبقى كم من ضربة خلاص تشوفون الاتش بي باقي شوي في التنين تستخدمونه. اذا كنت متقدم في اللعبة يمديك تخلصه البار حق التنين هذا بسرعة. اتمنى المقطع على اعجابكم، لا تنسون اللايك ونشر المقطع لاخوياكم. نشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.